مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا في الجميع. اليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم جدا وهو التعليم في المدارس. المدارس الكندية جماعة تعتبر من أفضل المدارس الموجودة في العالم. التعليم تبع الأطفال برضو ممتاز. في ناس بتقارنها كتير في دول أخرى، طبعا المقارنة الشخصية رح تكون صعبة. يعني أنا من خبرة مع الأطفال هم بحاولوا يركزوا على شغلات اللي هي كيف يبنوا فيهم الشخصية، كيف يخلوهم يقدروا يعملوا سبيتشز أو كلمات قدام الناس، كيف يقدروا يعملوا برزنتيشن أو محاضرة للطلاب. بحاولوا يركزوا كتير على الفهم مش البصم، الحفظ والبروجيكتس. بحاولوا يعطوهم كتير بروجيكتس بحيث أنه يساعدوهم أنهم يشتغلوا مع بعض، يعرفوا كيف التيم وورك. هاي الشغلات مهمة. راح أعطيكم الآن في statistics طلعت اللي هي مستوى التعليم في العالم، وطلعت كندا رقم 4 بعد تشاينا وهونغ كونغ ودولة ثانية. فححط لكم الستاتستيك الآن عشان تطلعوا عليها، مهم جدا انكم تطلعوا، لأنه هاي يعني تقريبا الستاتستيك هي اللي بتبين مستوى التعليم في هذه الدول. بالنسبة لكندا، ألبرتا طلعت أول وحدة في التعليم، وباقي باقي المقاطعات برضو مش سيئة، بس بشكل عام ألبرتا كانت نمبر 1. يعني كثير ناس تسأل هذا السؤال، وهذا سؤال مهم، خاصة في ناس كتير بتعمل immigration عشان أبنائها. فأي ثينك إنها investments أكيد راح تكون استثمار في أبنائك، وإن شاء الله نتمنى لكم الأفضل. وطبعا في شغلة بس حبيت أركز عليها، إنه المدارس، في بعض المدارس بتكون مستواها أقل من مدارس أخرى، لازم تعرفوا الرانك تبع المدرسة ومستوى. بتقدروا تدخلوا زي ما حكينا على جوجل rank school وببين في الموضوع. سلام. زي ما انتم شايفين هون تشاينا، سنغافورة، ماكاو، هونغ كونغ، بعديها استونيا، وبعديها كندا، اخذوا المراكز الاولى في التعليم في العالم. هون نطلع كل المقاطعات، احسن اشي البرتا اللي هي ALTA. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل